شمس طلعات والعمر كنشوفه قدام عينيا كيجري فحالي فحال كاع الناس كنفيق في الصباح على رزقي كنبري في بلاد المخزن ماشي دري بغيت نجيبها حلال كل ما كبرت الحمل فوق الكتاف كيتقال اختاريت نمشي في الطريق ليمن واخا فرشونا الزرابي والورد على الشمال واخا عارفين هما اللي من الوضع رابحين وحنا شاطلين معاهم غير الخطيه فهاد البلاد حطينا الريه تيقو بيا رجعنا فحال الكلاب نهار كنموتو ما كتعطاش فينا الديه السلام عليكم إخواني المغاربة نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير كيف العادة مرحبا بكم فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع بسبب قصص ديال الفساد وبسبب الشفارة اللي كاينين في هاد البلاد بسبب عدم المراقبة كل مرة غادي تبقى تسمع في هاد البلاد فاجعة مرة تسمع 20 ماتوا في القصر الكبير مرة غادي تسمع 23 ماتوا في خريبقة وزيد وزيد وللتذكير وكيف سبق لي قلت لكم راه هاد البلاد ما فيها لا حرب لا والو كيموتوا عندنا الناس هنا في المغرب اكثر من اللي كيموتوا في الحرب ديال اوكرانيا هاد البلاد راه ما فيها لا حرب لا والو كون كانت فيها الحرب عام الله شنو غيوقع فيها ولكن الحرب الوحيده اللي كاينه في المغرب حاليا هي حرب مصالح ديال كروش الحرام هاد البلاد رجعت دايره فحال القطار فيه الدرجه الاولى والدرجه الثانيه باش تركب معاهم في الدرجه الاولى خصك تكون مقطع ورقتهم الورقه ديال التران ديال الدرجه الاولى خصها تكون عندك الا ما عندكش ما خصكش هادوك اللي في الدرجه الثانيه ضروري مره خصو يموتوا منهم شي 10 ولا 12 باش التران يكمل الطريق هادوك اللي كيحلبونا هما اللي مسخرين اعلامهم يقولوا لنا زيروا الصمته وتقشفوا باش القطار يكمل ما يوقفش العرابه ديال التران اللي راكبين فيها حنا راكبين فيها وحنا معذبين ومزاحمين اما هما راكبين في عرابه نقيه وفيها جميع الظروف ديال السلامه فيها الكليماتيزور فيها الراحه واخا حنا في نفس التران ولكن ما عندناش نفس المصير بصح هذا المغرب كنا عندنا طوموبيلات ولكن للاسف طوموبيلاتنا ماشي بحال طوموبيلاتهم احياءنا في كنسكنوا ماشي بحال احياءهم نهار اللي كيجي الفيضان قوادسنا كيكونوا مسدودين الماء ما كيلقى فين يمشي ما كيمشيش لاحياءهم كيجي لاحياءنا كيجي لديورنا كيهز حوايجنا ما كيهزش حوايجهم هما عمرك سمعتي شي حي راقي غرق بالفيضان عمرك سمعتي شي فاجعه دات صحاب الفلوس كتسمع الفواجع كتتكلم غير في الدرويش فقط حيت حنا اي حاجه كنخدموها ولا كناكلوها ما كتخضعش للمراقبه عرفتي علاش كيوقع فينا هادشي وعلاش حنا اللي كنغرقوا بالفيضان وعلاش حنا اللي كتتكلم فينا ديما حيت عليه القوم هادوك اللي حاكميننا ما دايرينش لينا بنيه تحتيه مزيانه بحال اللي دايرين لاحياءهم الراقيه للعقار كيتباع فيها بالثمن واش هما عايشين في الخيرات والنعيم وانت غتجي دير فيديو وتنتقدهم وتقول لهم مني جاكم هادشي ولا عطينا رزقنا وبغيتي يحملوك وتكون التعزيز عليهم ويديروا لك بلاصه معاهم ما يمكنش يديروا لك بلاصه معاهم وانت كتواجههم بمعطيات كتواجههم بالحقيقه ديالهم واش في اخبارك المسؤولين الكبار ولادهم ما كيخلطوهمش معانا من صغرهم ما كيخلطوهمش معانا هما عازلين ولادهم علينا كيعوموا في بحوره بريفي كيديو ولادهم القهاوي وملاهي اللي ما تقدر لا انت لا انا نوصلوا ليهم والنهار اللي توصل ليهم عرف راسك راك وصلتي غير باش تسخر عليهم غير هو خويا المغربي نوصيك ما تسناش شي نهار لا هما لا ولادهم يحسوا بينا اخنوش بارك علينا رحنا عينا وتهدينا راك بالزيادات قهرتينا الا كنتي باغي تزيد لشي طعارجيه ديالك في الكرامه راهم رجعوا مدلولين بغاو يوصلونا خلاها الهوت قام حنا من هادي شحال حاكمين حنا هما الاولين سقسيو علينا غير جاكلين سمحنا في رونديفو مع كاترين تفاهة هي سبب الحكومة حتى كتزيد علينا في البنزين كنعيا باش نخلي راسي معكم معقول ونخاطب العقول ما بغيتش ندير بحال شي مناضلين غيروا من المحتوى باش يطيحوا التيتيز صدق طايح لهم غير التفاعل حنا ما فهمناش هاد البلاد هادي كي دايره وبغينا ندخلوا للتيران هذا باش نشجعوا الفريق ديالنا وما كنطالبوا والو كنطالبوا حق نعطيهم ليه دخلونا التيران حنا تبغوا نزهه وما تنديروا لا شغاب لا والو هاد الاسبوع دارت واحد المظاهره في مدينه القنيطره داروها جماهير النادي العريق النادي القنيطري النادي اللي غني على التعريف الكاك سبب هاد المظاهره هي منع الجمهور يدخل يتفرج في فرقته في وسط مدينته خرجوا متظاهرين في مدينه القنيطره كيهزوا لافتات كيطالبوا بالحريه للملعب البلدي اللي مسدود كيف ما كتشوفوا لافته مكتوب عليها تخنقنا
انا اللي بغيت نعرف واش كره القدم الكاك والجمهور ولا شي وحدين اخرين. راه بصح راه كاينه شي ناس في مدينه القنيطره بالنسبه ليهم الكاك هي المتنفس. حشومه عليكم حشومه عليكم تقولوا الاشغال في الملعب، واش هاد الاشغال ما غاديش تسالي؟ دابا في نظركم علاش كاع المدن المغربيه عندها الحق تفرج في الفريق ديالها، الفريق ديال مدينتها عندها حق تفرج فيه الا النادي القنيطري؟ انا كنعرف المنع، المنع خصو يكون على كل شيء ماشي غير على مدينة بوحديتها. وقفة السلمية صاحبي ما خلوناش نديروها والله، فهمتيني؟ وقفة السلمية يعني ما كاين لا صداع لا والو، الدراري غيجيو يديروا رينيو بيناتهم واقفين لك لا البوليس ولا البوليس ولا ما تدوش واش هاد القميع كامل اصاحبي. هاد الناس راه ما طالبين منكم والو، ما طالبين لا حقهم في الفوسفات لا حقهم في الثروة لا حقهم في الثروة السمكية، هادو ما طالبين والو، دايرين مسيرة سلمية كيطلبوا باش تفتحوا ليهم الملعب، راه ما طالبنش منكم تفتحوا ليهم الحدود. انا كيبان ليا الحدود غادي يتفتحوا والملعب ديال القنيطره ما غاديش يتفتح. راه هذا المنع كيطرح شحال من علامه ديال الاستفهام، كيقول لك سبب المنع هما الاشغال ديال الملعب، ولكن انا عندي راي واحد اخر. سبب المنع غادي نجيكم من الاخر، هو هذا الفيديو. دابا فهمتوا القصه ولا ما فهمتوهاش؟ حيت الجماهير ديال النادي القنيطري في اي مقابله كيرفعوا شعارات ضد الظلم وضد الحقره، وعندهم الجراه ينتقدوا الوضع اللي كنعيشوه في البلاد بلا زواق بلا والو، بلا ما كيزيدوا بلا ما كينقصوا، الوضع كيف ما كاين كيف ما كينتقدوه. الجماهير اللي كيحاربوا المفسدين من هذه شحال ماشي غير دابا، وكيطالبوا باطلاق صلاح ناصر الزفزافي، وهذا الشيء هذا الشيء اللي كيخليهم يؤديوا الضريبه. ما تقول لي لا اشغال لا والو، هي اصلا مدينه القنيطره سنوات وهي مغضوب عليها بسبب شي اعمال وقعوا فيها اللي هي ما عندها حتى شي يد فيهم، ودابا ها هما كينتقموا من الفريق ديالها ونزلوا الهواج كينتقموا من الجمهور باش يرضيو شي اشخاص. الوضع ديال المغرب الحالي كلشي عارفه، خاص واحد المدن تقتل فيها كره القدم، مدينه القنيطره مدينه مكناس ومدينه مراكش وبزاف ديال المدن. حشومه وعيب وعار نشوفوا النادي المكناسي الفريق العريق حتى هو كتبع الحافله ديالو في المزاد، مراكش المدينه العالميه ملعب في المستوى جمهور اكثر من رائع، وتلقاه في الهوات حيت ما لاقينش الشخص المناسب اللي يقود الفرقه، زعما كاين ما كاينش غايورين في ديك المدينه اللي هزوا بديك الفرقه. ونرجعوا دابا للقنيطره، ها نتوما كتشوفوا مدينه القنيطره المدينه اللي معروف عليها باللاعبين الكبار ولاده اللاعبين، كتشوف ابناء القنيطره ديال الفوتسال شنو دايرين في العالم، كتشوف الدقيق المدرب ابن القنيطره شنو داير في المحافل الدوليه، المنتخب الوطني للفوتسال مشرف المغرب في كاع المحافل الدوليه، واللي معروف على هذا الفريق ديال الفوتسال خارج من مدينه القنيطره وجول اللاعبين خارجين من مدينه القنيطره، ولكن حنا عارفين شكون اللي مقصود من هذا الحرب. هذا الشيء كامل اللي مقصود منه هو داك الجمهور ديال الكاك، اللي مقصود هذاك الجمهور، هذاك الجمهور اللي كيقول في المدرجات الشعب مقهور والتعليم راجع اللور، داك الجمهور اللي كيقول ما عدناش وما خصناش وما غنمشيوش للعسكر، الجمهور اللي كيقول جامعه فاسده وفاقده الشرعيه، الجمهور اللي قال ما نسمح فيك نقولها وراسي مرفوع، باقي حتى لحد الان ما سمحش للفريق ديالو، باقي وافي، الجمهور اللي باقي وافي للفريق ديالو، واخا المنع كيمشيو يتديبلاصاو مع الفرقه ديالهم فين ما مشات، رغم الاقصاء رغم المضايقات رغم المعامله السيئه رغم القمع رغم كاع داكشي اللي كيتخايل لكم على بالكم، باقي ناس وفيه للفريق. نتمنوا من الناس المعنيين بالامر يفتحوا الملعب في وجه الجمهور، الجمهور راه باغي يعاون فرقته حيت الفرقه محتاجه لولادها، الناس ديال القنيطره راه كلشي يتقبلوه، اي حاجه الناس ديال القنيطره يتقبلوها الا فريق البوساتي اللي باقي حتى لدابا مربع على عرش الهدافين في المغرب يكون في الهواج. تخيلوا معايا دابا الجمهور ديال النادي القنيطري الا بغى يتفرج في فرقته خاصو يمشي بعد يتبع فرقته المدن وحده اخرى. نتوما عارفين المقابلات ديال الهواج كيكونوا فيهم شحال ديال الصداع وشحال ديال المشاكل وكيكون الامن قليل، واخا هكاك الجماهير كتغامر فين ما مشات الفرقه ديالهم كيمشيو، والجريمه الوحيده اللي داروا هاد الناس اللي داروا هاد الجماهير هي كيهضروا بلسان الحق، والجريمه الثانيه هو الوفاء للفريق كيتبعوا الفرقه ديالهم فين ما مشات. الشعار ديالهم يلا نهزوا لاباش نروحوا جواله، والله ياخذ الحق في اللي داروا النادي القنيطري هاد الحاله. تحيه لكاع الجماهير المغربيه، تحيه لكاع الجماهير القنيطريه، وتحيه لكاع وليدات حلاله. حنا بصفتنا كجمهور ديال النادي القنيطري حنا جينا نشجعوا الفرقه ديالنا، وخا دابا حاليا في الهواج
فهمتيني؟ وتا واحد ما واقف معاه في السلطات هاي دابا طاحت، شكون اللي واقف معاه؟ واقف معاه غير الجمهور. خر الله ياخذ الحق في اللي كان حلو سباب في هذا الفريق هذا.